السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة العقيد عبد الكريم النحلاوي قائد الانقلاب الذي أنهى الوحدة بين مصر وسوريا في الثامن من أيلول سبتمبر عام واحد وستين سيد عبد الكريم مرحبا بك أهلا وسهلا أخذ الوزراء السوريين في حكومة الوحدة يشكون من البطالة يشكون من الإهمال يشكون من عدم اهتمام عبد الناصر لهم الوزير في حكومة الوحدة المركزية أحمد عبد الكريم تحدث عن الكثير في مذكراته لكن مما قاله أن الوزراء السوريين أصبحوا وزراء بلا عمل ولا حاشية ولا مراجعات ولا زوار مما جعلهم يتغامزون ويرفعون حواجبهم اللي هم السعال اللي كانوا بيشتغلوا معاهم كانوا يتندروا عليهم احتجاجا على هذا الوضع تقدم اكرم الحوراني نائب رئيس الجمهوريه صلاح البطار مصطفى حمدون عبد الغني قنوت وهم من البعثيين باستقالتهم الى جمال عبد الناصر في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 59 ما اثر استقاله الوزراء البعثيين الذين كانوا في حكومه الوحده المركزيه والمقيمين في القاهره على الوحده اعتقد انه كان لهم عمل اثناء ما كانوا وزراء وهذا العمل هو قراءة المجلات والجرائد والذهاب إلى النوادي الرياضية حسب مذكراته هنا نفسهم نعم ولكن بعد ما أقدم عبد الناصر على إقالتهم أو استقالتهم طبعا كان ردود الفعل متباينة بين أوساط الشعب قسم منهم كان مدهوش ومستغرب والقسم منهم كان شمتان بالنسبة للاشتراكيين ولكن عندما صدر استقالته من من الحكم بدات بعض حركات الضباط الاشتراكيين في الجيش تتذمر وتحاول ان تتجمع من جديد لتعمل اي شيء يعني ليس معنى حل الاحزاب هو انهاء الانتماء الذي كان موجود لدى الضباط ولدى الناس لهذه الاحزاب اطلاقا حتى ظهر بعض العناصر من كتل تتآمر وتتجمع والمخابرات المصرية في ذلك الوقت استطاعت ان تكشف منهم عناصر منهم وتفرض منهم عقوبات واذكر على سبيل المثال محمد نعم. عمران وتوفيق مخلوف نعم دول كانوا ضباط بعثية نعم كلهم اشتراكيين كانوا على اساس نعم. اشتراكيين نعم حتى ان العقيد لؤي تاسي كان قائد ثاني بالاسكندريه وجد انه وجوده بمصر ما بيحقق شيء بالنسبه للاشياء اللي كان بيضمرها هو وعناصر الحزب تبعه لذلك طلب نقله وانهاء انتدابه ونقله لسوريا. القياده كانت على علم بنشاطه لذلك رفضت انهاءه لسوريا وبقي في مصر. في صفحه 2845 من مذكراته يقول اكرم الحوراني الذي كان نائبا لرئيس الجمهوريه في الوحده بعد ارسال استقالتي لعبد الناصر استدعاني الى بيته حيث دام الاجتماع اكثر من ساعتين مستوضحا عن اسباب الاستقاله وهو يكظم غيظه ويضغط على اعصابه ويتظاهر بانه في وضع طبيعي فبدات اعيد له كل ما سبق وشكوت انه منذ قيام الوحده هناك اخطاء كثيره وانحرافات لم يعرها عبد الناصر في الماضي اهتماما ولا اذانا صغية لم يستوقفني عبد الناصر تجاه أي من الوقائع التي ذكرتها له لأنه كان مطلعا عليها جميعا ولا يمكنه إنكارها هل معنى ذلك أن عبد الناصر منذ بداية الوحدة كان يعرف الأخطاء ويطلع عليها؟ عبد الناصر ما في شك كان على اطلاع كامل من التقارير اللي كانت تصله ومن الاتصالات المباشرة اللي كان يقوم فيها سراج مع عبد الناصر <applause> والعمل كان مشترك ما بين عبد الناصر واكرم الحوراني، اكرم الحوراني هو اللي بدا بتأسيس الجيش والدعوه الاشتراكيه وقت كان رئيس جمهوريه حتى يستقوي بضباط الجيش من اجل تقويه مركزه السياسي. م. هذا الواقع، اذا عبد الناصر كان على علم بكل التطورات اللي كانت تحصل بالنسبه لاكرم الحوراني. أه مساء 2 يناير 1960 يروي في مذكراته عبد اللطيف البغدادي في صفحة 67 في الجزء الثاني انه عمل عبد الناصر اجتماع حتى يبحث في استقالة الوزراء السوريين، وكان طبعا بعض الوزراء السوريين الذين لا زالوا في الحكومة موجودين. عبد الناصر قال بالنص حسب ما قال البغدادي: اللي مش عاجبه يمشي. فاستقال في اليوم الثاني احمد عبد الكريم وامين النفوري والكلاس. فأصبح هناك عدد كبير من الاستقالات تأثيرها إيه عليكم أنتم في سوريا؟ بالنسبة لأعمال الضباط كانوا عبارة بشكل عن تكتلات في الجيش تتصارع فيما بينها من أجل مصالحهم لذلك عندما استقالوا من الجيش أو أقيلوا من الجيش أعتقد أنه كان معظم الضباط مسرورين من هذا الإجراء اللي اتخذ فيهم نعم في اكتوبر 59 عبد الناصر اصدر قرارا جمهوريا بتعيين عبد الحكيم عامر حاكما لسوريا وفوضه بصلاحيات رئيس الجمهوريه وفوضه بتشكيل الاتحاد القومي من الذي كان يسيطر على الوضع انذاك عبد الحكيم عامر ام عبد الحميد السراج هو الواقع كان في صراع ما بين الرجلين م. السراج كان له سلطه مطلقه من الناحيه السياسيه والناحيه الاقتصاديه وكان يتقوى بضباط المباحث يلي انتدبهم من الجيش والضباط المباحث كانوا عبارة عن ضباط شباب لم يتبعوا أي دورة في خصوص الأمن أو الاستخبارات لذلك ارتكبوا كثير من الأخطاء إجا عبد الناصر بصلاحيات كبيرة إلى سوريا عبد الحكيم عامر عبد الحكيم عامر صار صراع ما بين أجهزة مخابرات سراج وأجهزة مخابرات المشير عامر يعني كان في جهازين الان للمخابرات نعم كان في اكثر من جهازين حتى نعم. كمان نعم عده اجهزه مخابرات كانت تتصارع على الوضع في سوريا وبث الاشاعات وكلهم كانوا بيبعثوا تقرير لعبد الناصر آه والله اعلم يعني يعني ما لا ادري بالنسبه اذا كان بس ما في شك انه عبد الناصر كان علم كامل بما يجري في سوريا تفصيليا عبد الناصر وصل في 14 فبراير شباط 1960 الى اللاذقيه بعد شعوره ان بعض القيادات السوريه تعد لرفع مذكره تعترض على بعض القرارات وبعض الاجراءات وبعض الاوضاع السيئه في 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 سوريا شن هجوما شديدا على معارضيه في سوريا أه سامع صاصه في كتابه اسباب الانفصال قال ان ما قاله مع عبد الناصر لا يتفق مع مكانه رئيس جمهوريه لكن مطيع السمان جاب بالنص اللي قاله عبد الناصر ان هو قال أن الذي سيخالفه لا سيما من السياسيين هيدوسوا بالجزمة أعتقد أنه كان العبارة هي بوجهها للتجار بشكل خاص لأنه هن اللي أثاروا الإشاعات ضده وبنفس الوقت كمان السياسيين يعني كان يتحدى السياسيين ويتحدى التجار في سوريا بعد إصدار قرارات الاشتراكية والتأمين يعني حينما يقف رئيس جمهورية ليقول لكم أنتم السوريين هيدوسكم بالجزمة يعني انعكاس دي ايه على الناس؟ كان صدى سيء جدا في اوساط المواطنين انتوا كان عندكم رئيس جمهوريه زيه زي المواطنين بيمشي في الشارع وساكن في شقه بالايجار وما فيش على بيته حارس الان جالكوا رئيس جمهوريه هيدوسكوا بالجزم والله كنا نتوقع ونتامل من عبد الناصر ان يكون بطل للأمة العربيه ولكن خاب امل الشعب بعد الاجراءات وبعد الظلم والاستبداد اللي اللي حصل فيما بعد بدأت كثير من الإجراءات عمليات التأميم إصدار قانون الإصلاح الزراعي بدأ الوضع الزراعي والاقتصادي يتأثر في سوريا أخذت رؤوس الأموال تهرب إلى أن أسست أممت الشركات الصناعية في يوليو سنة 61 149 شركة أممت بشكل كامل 91 شركة أممت 50% وهلم جرى ما أثر هذه القرارات على الشعب السوري ما في شك ان الشعب كان مستاء جدا لانه بيشعر على انه انشاء المؤسسات هي كان بنشاط التجار والمواطنين خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه بدون مساعده الحكومات. يعني سوريا ازدهرت بالمعامل بالنهضه الصناعيه في سوريا حتى كان قسم كبير من المعامل عباره عن اسهم مساهمه من الشعب. نعم يعني كان يساهم فيها كثير من الارامل وكثير من رجال المسنين حتى يستفيدوا من من عائدات الاسهم اللي كانوا يضعوها في هذه المعامل عندما عبد الناصر امم المعامل هي كان استياء شامل بالنسبه للمواطنين في سوريا كما جاء في مذكرات بعض الوزراء ان عبد الناصر استدعاهم قبل 23 يوليو 61 بايام قليله وطلب من الوزراء العسكريين وعبد الحميد السراج اكرم ديري جاد عز الدين جمال صوفي تعمل العودة الله العودة واحمد حنيدي اخبرهم بما ينوي اتخاذه من قرارات وطلب منهم ان يذهبوا للتنفيذ. انت طلب منك قائد الجيش جمال فيصل ان تذهب لاستقبالهم في المطار واحضارهم. كنت تعلم بهذه القرارات؟ قبل ما اتكلم عن هي اتكلم عن حادثه واحده بصدر. هو معمل الدبس. المعمل هنا يعني مصنع. مصنع نعم. مصنع الدبس كان هو هذا مختلف الدبس بيبس. العسل يعني؟ نعم العسل الدبس هو العسل الدبس هذا بيطلع من العنب اه نعم, نعم. سكنيته الدبس نعم. ومعروف بسوريا بقى 40 سنه بافريقيا عم بيجني فلوس جابهم لسوريا واسس معمل مم. وقال له لعبد الناصر بعث له خبر انه اذا بدك اذا بدك تامم لحتى ما قال له لا انت ما لك علاقه في الموضوع إذا جبت فلوسك من برا وما ان عبد الناصر هو اللي دشن المعمل وقت انتهى من بنائه لم يمضي شهر الا حتى امم المعمل اعلن كمان آه. يعني صار هذا حدث في سوريا حدث مؤلم جدا صحيح الرجل مات من حسرته على المصنع والله خير هذا؟ انه مات من اجته جلطه ومات من اثر الحادثه اما بالنسبه للوزراء نعم اعتقد انه الفريق جمال فيصل طلب مني ان اذهب الى المطار واصطحب معي الوزراء العسكريين. نعم. رحت على المطار وجدت الوزراء جادو واكرم ديري تصطحبهم وس... الى فين؟ كنت بتعتقد انك ممكن تاخذهم لمكان اخر؟ والله هذا قلت للفريق جمال فيصل ذكر لي بس السراج هو. اه. قلت له للسجن قال لي لهالدرجه مفكر هيك صار يضحك طبعا قال لي جيب لي اللي عندي على البيت. مم. رحت على المطار لقيتهم عم ينتظروني ركبوا معي وعدنا الى دمشق اثناء الطريق بيقول لي السراج بيقول لي حضرت لي الضباط قلت له أنا ضباط ولا ايش الضباط؟ قال لي ليش ما عندك خبر؟ قلت له طبعا ما عندي خبر، منين يكون عندي خبر؟ قال لي هلا بتسمع الساعة 8:30 من إذاعة صوت العرب بالقاهرة. بيزيعوا قرارات التأمين طبعا أنتم صوت العرب كانت حاجة أساسية عندكم نعم وعند العرب كلهم صحيح أكرم ديري بيقول الله يخرب بيته وخربوا بيتنا خلونا نقيم ن... 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 أغراضنا بالزوريك من م... من الفندق وحطونا بطائرة أليوشن وزتونا ل... للشام لم يكن أحد يجرؤ أن يناقش عبد الناصر ولا عندهم علم اطلاقا بموضوع التاميم او موضوع دي اي دراسه ابدا لم يقولوا لعبد الناصر ان الوضع في سوريا يختلف عن الوضع في مصر؟ لم يجرأ اي وزير وانا اعتقد وجازم او عنده علم في اي قرار اتخذ من مصر من قبل عبد الناصر فقط كان عليهم ان ينفذوا؟ على الاطلاق نعم هل ده كان سر اختيار عبد الناصر لوزراء من العسكر حتى يقولوا تمام يا فندم دائما؟ هذا الواقع يعني هذا واقع الوزراء العسكريين حتى نهاد القاسم فيما بعد ذكر لي عن مقابلاته لعبد الناصر نعم. قال له أنا إذا كان عبد الناصر عم يقول له أي عمل بدي يقوم فيه إذا بلاقي 51% بجازف فيه مهما كانت نتائج تبعه إذا توقع أن نتائج نجاحه 51% أي نعم الآن حضرت معهم الاجتماع حينما حملتهم إلى بيت جمال فيصل طبعا دخلت انا وإياهم وبدوا يتشاوروا بين بعض وبدهم يلحقوا مشان يتوزعوا على المدن السوريه حتى ما تحصل حوادث او شغب عند صدور قرار التاميم يعني الضباط لم يناقشوا قضيه ان الوضع لا يناسب لا يمكن ان نطبق نراجع عبد الناصر فقط جاءوا للتنفيذ ابدا للتنفيذ حتى يتوزعوا ويشوفوا بسوريا توطيد الامن ما ما يحصل فيه شغب أسرعوا وراحوا على السرايا على دار وزارة الداخلية وقالوا لحقنا بكشف ضباط الجيش صيت أنا والفريق آخر شيء قلت له للفريق قلت له ما خلوا ضباط بعثوا للخارجية وبعد انتداب بعثوا للمباحث طيب هلا بده يبعثوا كمان للتأميم الجيش عم بيخسر من ضباطه قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله أوامر بدنا ننفذها لا احد يجرؤ عن النقاش على الاطلاق ولا مصالح البلد ولا مصالح الناس على الاطلاق هذا كلام الفريق جمال فيصل ذهبت اخذت كشف الجيش ورحت على السرايا وكانوا عم ينتظروني بدوا يقلبوا الصفحات مشان ينتقوا الضباط عينوها بالمعامل يعني الان هياخذوا ضباط من الجيش عشان يعينوهم مدراء للمصانع مدرأ التي سيتم تاميمها نعم, نعم. واصحابها يخرجوا بره صح هذا الواقع هذا اللي حصل اساسا الان عبد الناصر اول شرط اشترطه على الضباط حينما ذهبوا له ليطلبوا الوحده الا يكون لهم اي تدخل في السياسه. عبد الناصر اشترط عليهم شرطين. نعم. اولا حل الاحزاب السياسيه، ثانيا عدم تدخل الجيش في السياسه. حل الاحزاب وعدم تدخل الضباط في السياسه. نعم. الان وافق. وافقوا على هذا لكن نعم. اول شيء عمله جمال عبد الناصر انه اختار مجموعه من هؤلاء الضباط واصبحوا وزراء. نعم. هل عقلية الضابط بتتغير حينما يخلع البدلة ويرتدي زي الوزير؟ هل شخصيته بتتغير؟ هو بعض منهم ما كان بيحلم انه يصير وزير بده يخلص وبعدين باعتبار كانوا كتل داخل الجيش خرجوا من الجيش وتركوا الجيش للضباط المصريين يتصرفوا فيه كما يشاؤون الآن النقطة الأساسية التي حدثت هي تصفية الجيش السوري من خيرة الضباط الذين كانوا فيه خلال هذه المرحلة نعم. كثير من الضباط ذهبوا إلى وزارة الخارجية كثير من الضباط سرحوا إلى التقاعد كثير من الضباط ذهبوا إلى وظائف مدنية بعض الضباط أصبحوا وزراء والجيش لم يعد له أحد يقوم بأمره ولا بشأنه هذا الواقع كانت صف لنا كيف تم هذا الأمر كان في مكتب كاتم اسرار حربيه نعم وضباطه كلهم من اخواننا المصريين يتصرفوا بالجيش كما يشاء يدرسوا يعملوا الدراسة. انت كنت معاون كاتم اسرار حربيه انا بعد ما الاحوال وما كان في اي ضابط سوري في الاداره هي انتقوني لاكون داخل الاداره حتى يشعر الضباط السوريين انه في ضابط سوري بيشترك مع مع الضباط المصريين في الاداره هي يلي كانت مهماتها التعيينات والترفيعات تسريحات والتنقلات يعني على ال... ما هي القواعد التي كانت توضع للترقيات للتنقلات لي... لهذه الاشياء؟ كان تجري الترفيعات عشوائيا وتجري الترفيعات قبل المده المحدده ليتجاوز الضابط الرتبه الاعلى يعني على اي اساس كان؟ عرفوا كان... الضباط ادركوا يعني عم بسرعه معناتها التسريح بسرعه آه. يعني الضابط عم بيشعر انه عم بيترفع للد... للرتب الاعلى انه معناته صار بده يتسرح قبل قبل بوقت يعني مثلا كان الضابط لا يستحق اكثر كخبره وكسن اكثر من رتبه نقيب يلاقي نفسه بقى مقدم مثلا مفروض الضابط مشان ينتقل يعني من رتبه أخرى ان يتبع دورات اهليه اهله للرتبه الاعلى نعم دورات ثقافيه علميه عسكريه نعم. وللاسف كانت تصدر الترفيعات بدون اتباع معظمهم بدون اتباع هذه الدورات حتى ولو اتبع الدوره كان احيانا يصدر اسماء بعض الضباط بالتسريح هو اثناء الدوره ولكن بنفس الوقت العقيد علي اللي كان مدير اداره هذه المؤسسه قال لي جميع الضباط واجزم في كلامي جميع الضباط السوريين اللي تخرجوا من الكليه الحربيه في حمص يجب ان يسرحوا تدريجيا لماذا يجب ان نعتمد على الضباط اللي بيتخرجوا من القاهره بعد ما اندمجوا الكليتين طيب الان الطلاب اللي هيتخرجوا من الكراهية يتخرج ملازم تاني لسه ملازم تاني طيب الان الجيش بيحتاج رتب من كل ال وهدول الرتب بيتسرحوا بالتدريج مو دفعه واحده يسرح يعني يبقى عنده 30 سنه ومتقاعد مسرح من الجيش 35 كان سنه يسرح ومسرح و25 سنه يسرح من الجيش يسرح من الجيش الى الشارع حتى طيارين يعني رهن حياته حتى يصبح عسكريا يدافع عن بلده 25 سنه يطردوه برا هذا ما حصل وكان في ضباط اساسا مفروض فيهم يتأهلوا لكفاءات أكثر أو لاتباع دورات على الميك بالنسبة للضباط كان يمنعوا بسبب الأمن ادعاهم بسبب الأمن وأذكر بعض أمثلة منهم نعم. أذكر بعض مثلا رياض عوض القوى الجوية بتبعت لي خطاب على أساس إرساله ببعثة إتباع بيكون هو عامل اتباع ميج 17 بده يتبع دورة ميج 19 أو 21 نعم. نعم. أنا بشكل عادي ببعث هال... هالمعامله او الطلب هذا هالل... للامن للمخابرات كان يجيني مع عدم الوافق... الموافقه المخابرات اللي كان بيرأسها السراج المفروض الم... لا كان مخابرات عسكريه غير السراج نعم اطلب منه من شوي... الذي كان مسؤول عنها ضباط مصريين ام سوريين؟ كان في مصريين وسوريين احدهم كان قدري نافع مصري هو اللي كان تقريبا يقرر بقسم كبير وهو لا يعرف شيئا عن الضباط لانه أبنى. لا يعرف تاريخهم ولا يعرف اي شيء كان يوجد مخطط لتنسيق الضباط السوريين القدامى تدريجيا على الاطلاق حتى قائد الجيش نفسه الفريق جمال فيصل كان مهيئ انه يتصرح ويتعين محله العقيد جاسم علوان نعم نعم وهذا معروف بكل اوساط الجيش في عفيف البذري رئيس الاركان الذي قاد الضباط الى مصر و قضيه الوحده وهو الذي ضغط في قضيه الوحده كان من اوائل من اطيح به وهناك علامات استفهام كثيره حول الاطاحه به هل لديك معلومات عن الاطاحه بعفيف البذري وتعيين جمال فيصل مكانه رئيس الاركان؟ العقيد الفريق عفيف البذري كان ضابط شريف وكان مستقيم وكان جريء لذلك هو الوحيد اللي تجرأ وواجه القيادة المصرية عندما قاموا بعمل تسريح ونقل وانتداب للخارجي قال لهم طيب أنا ما قائد الجيش أنا موجود على الأقل خذوا رأيي على الأقل استشيروني طلعوني قالوا لعود هلا هل كان بمصر موجود جمدوه وبعدين أصدروا قرار بعزله من الذي كان بذلك مم. وانما اشاعوا عنه انه شيوعي يساري صحيح هذه كانت تهمة أساسية لي أول أول عمل صار بعض الضباط استاءوا جدا من الإجراء هذا وقاموا بحركات يعني وهالضباط هذول أخذوهم للسجن وأول مجموعة من الضباط يتعرضوا للتعذيب والأذى منهم عبد الرزاق وسمير وسمير كمان واحد اسمه دبور سوريين سمير خطيب واسعد دب. يعني دول كانوا احتجاجا على اغتيال على البدري. تسريح عفيف البدري مم. كمان قيل عنهم انهم شيوعيين لكن هم كانوا كذلك على اعتبار انك كنت مدير شؤون ضباط بعد ذلك عبد الرزاق اليحيى صار قائد الجيش منظمه التحرير فلسطيني هو امم نعم فلو كان شيوعي كان ممكن يحصل على الوظيفه هي الفلاق. سامع سامي عصاصه في صفحه 298 من كتابه اسرار الانفصال يقول بعد صدور لوائح الإحالة على التقاعد لضباط الجيش السوري تساءل ضابط سوري عن مغزى هذه التصرفات مستنكرا إياها فإذا بالملازم الأول المصري محمد أمين إبراهيم يجيب إحنا جينا لتنقية الجيش السوري من هذه الديدان هل سمعت شيء؟ والله من أنا هذا؟ ما سمعت المعلومة هل كان يتم التعامل إلى هذا الحد؟ بس, بس كان بعض الضباط المصريين أحدهم قال نحن جايين ندرب ضباط الجيش السوري ندرب جايين ندربهم يعني العسكريه يعني طب انتوا ايه الـ الـ الفوارق الاساسيه في العسكريه التي كانت بينكم وبين ضباط الجيش المصري؟ لا. انتم طبعا كل يوم بتعملوا انقلاب الوضع العسكري عندكم كان مختلف يعني مش كل يوم انقلاب عملتوا سبع ثمانية انقلابات في خلال فتره معينه بعد انقلاب 52 في مصر كان عبد الناصر حريص ان لا يبقى في الجيش ضباط لديهم طموح وكذا وكانت عمليه التسريح بتتم التعامل مع الجيش هو الذي يصدر القرار كيف كان التعامل معكم الواقع ان الجيش السوري ما كان هو بيقوم بالانقلابات وانما الانقلابات كانت سياسيه وخارجيه السبب لانه كانت سوريا تصمد امام اطماع الغرب والشرق من وعدم الخضوع لها وذكرنا سابقا عن حلب بغداد انه كيف حاولوا يخضعوا سوريا لانضمامها لهذا الحلف وسوريا رفضت بنفس الوقت صار في حشود عسكريه تركيه وتمكنت سوريا انه تتسلح وتتدرب وتواجه هذا الحشود هذه الحشود. في كثير من الضباط كما ذكرت لي في في نقلوا الى وزاره الخارجيه، ما طبيعه العمل الذي يمكن ان يقوم به ضابط عسكري في وزارة الخارجية التي تحتاج إلى دبلوماسية وإلى ثقافة أخرى غير الثقافة العسكرية الضباط اللي نقلوا للخارجية أعداد كبيرة منها عناصر كبيرة أعداد كبيرة منهم عناصر اشتراكيين حزبيين ومنهم عناصر غير حزبيين وأذكر على سبيل المثال لواء شاتيلا ضابط كفء كان وما عنده أي ميول سياسية أو حزبية جودة أثاسي ضابط أركان عليا من فرنسا كمان كان ضابط كفء وجدير كمان اخرج للخارجيه واثبتوا موجوديه بعض الضباط اللي احيلوا للخارجيه واستلموا سفارات اجدروا اثبتوا على جداره وكفاءه عاليه ايضا. في المقابل الضباط السوريين في مصر ماذا كانوا ماذا ما هو العمل الذي كانوا يقومون به؟ والله الضباط المصريين كنت زورهم انا بنفسي مكاتب السوريين السوريين خاصه اللي كانوا بمكاتب القياده لم اجد امام واحد منهم معامله واحده حتى قلم ما في كيف يعني ما في معامله ما في يعملوا قاعدين أي ايه؟, ايه واذكر بالاسم بالاسماء يعني قل لنا بالاسماء الاسماء حتى شاتيلا لواء شاتيلا قبل ما ينتقل للخارجي زرته ما في اي اي عمل لواء باصيل صوايا برتب كبيره ما في اي عمل العقيد محمد منصور العقيد هاشم هاشم اغا العقيد عدنان دار كلهم كانوا في القيادات ما لهم اي عمل يعني كانوا في القياده في مصر. ما في ما في معامله واحده على طاولتهم تكلمت طيب انتم شو شو اعمالكم هون يعني شو علاش انت ليش لا تسال لا توجع راسك شو تريد تشرب حاجه سعه وخصنا يعني أو شيء من النوع يعني ما كان يعني الوضع كان سيء جدا هم كانوا قابلين هذا الوضع آه، ما بيستطيعوا يقوموا باي عمل لانه بيعرفوا مصيرهم شلون بده يكون كيف كان يكون مصيرهم يعني مصيرهم آه، اذا ما كان التعذيب تسريح مباشره من الجيش وبعدين البعض منهم استرطب انه الحياه في مصر حياه حلوه بينما الحياه في سوريا حياه قاسيه وبيكون بالشمال او بالجبهه هو لحاله وعائلته لحاله كمان هون عم ياخذ راتبين عم ياخذ راتب وراتب اضافي لذلك استرطبوا بيو انه عم يمضوا وقت ليشوفوا النهايه تبعهم هذا الواقع صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية في صفحه 177 من الجزء الثاني من مذكراته يقول ان ادعاءات الضباط السوريين بانهم لم يكونوا يحتلوا مناصب رفيعه في الجيش ادعاءات غير صحيحه وان قياده المناطق وقياده الوحدات حتى قائد كتيبه كلها كانت مسنده لضباط سوريين في الجبهه السوريه القيادات في الجيش السوري واذكر في الاسماء معظمها قيادات مصريه رئيس اركان الجيش الاول السوري كان عبد المحسن ابو النور ابو النور لكن عبد المحسن النور كان نائب رئيس اركان لان كان رئيس اركان كان جمال رئيس, أركان. رئيس اركان رئيس اركان او كان. جمال فيصل كان قائد وعندما جيش. نقل الوزير لمصر عين بدلا عنه اللواء انور القاضي كمان مصري نعم رئيس شعبة تنظيم الادارة احمد زكي مصري مدير إدارة كاتب أسرار حربية كمان مصري مين؟ نعم أحمد علوي أحمد علوي نعم أح... السعيد ماحي مقدم كمان في شعبة العمليات قدري نافع في شعبة مخابرات أه رئيس أركان الجبهة مصطفى شاهين مقدم مصطفى شاهين مصري أه قائد المدفعية وفي أراضي مصري أه الشعب الرابعة وجدي شرف مصري الشعب الثالثة كمان مصري خفاجة إذا كلهم مصريين بعدين المدفعية اللي كانت القطعات المدفعية المحاربة كان أكثر من 20 25 ضابط مصري بدل هالشيء هاد يوم 28 أيلول بدون ما يخبروا قائد اللواء سحبوا اللواء ونزلوا باتجاه دمشق لضربنا نعم بإعاز من اللواء أنور القاضي نعم يعني هذا سآتي لهذا بالتفصيل ولكن الضباط السوريين استراحوا لهذا الوضع الذي هم فيه موجودين في القاهره بيتقاضوا راتبين بدل راتب واحد معم. مش قاعدين في الجبهات قاعدين في مكاتب مكيفه مشتركين في نادي الجزيره والنوادي الرياضيه وبيستمتعوا بالشمس والهواء في مصر وبعضهم ذهب الى التجاره وشافوا امورهم هذا صحيح يعني المسؤوليه تقع على الضباط السوريين هذا صحيح إيه بس مغلوب على الامر ما بيستطيع يعملوا شيء لانه اي ضابط بده يتكلم او ي... يعني يرفع الاحتجاج في الموضوع كان يصرح من الجيش مش انتوا اللي قلتوا عايزين الوحده انتوا كنتوا عايشين بتاكلوا كل يوم من وسلوى وعايزين تغيروا رئيس الجمهوريه بتغيروه عايزين تغيروا رئيس الوزراء بتغيروه عايزين تعملوا انقلاب بتعمله. قلتوا عايزين الوحده عايزين فومها وعدسها وبصلها عبد الناصر اكلكم من عدسها وبصلها عايزين الوحده وحده شراكه وحده وحده محبه وحده قوه لعدو مشترك عم بيواجهنا من الشمال والجنوب وليس وحده استعلاء واستعباد وتعالي واذلال، يعني هذا الواقع اللي حصل. فين العدو هنا؟ اين اسرائيل كانت من كل هذا الذي يحدث؟ اسرائيل كانت عم تتقوى ونحن كنا عم نسرح ونمرح بدون اي تدريب، بدون اي تسليح خلال فتره المده ثلاث سنوات ونصف لم تسلح لا مصر ولا سوريا. وإنما كانت عبارة عن حركات من أجل تسريح الضباط وإحارتهم تصفيتهم من الجيش الأول حتى أن لمصلحة مين تدمير الجيش السوري الذي كان في مواجهة إسرائيل؟ لمصلحة من؟ والله هذا يسأل فيه المسؤول كان عبد الناصر هو المسؤول عن عن كل التصرفات وبعض الضباط اللي كانوا موالين لهم يعني هذا الواقع حتى التسريحات كانت تشمل أيضا ضباط الجيش الثاني الجيش المصري طبعا التسريحات اللواء يعني جمال حماد تحدث عن عمليه التسريح الكبيره يعني التي كانت تتم لكل ضابط له كفاءه لكن ايضا هذا امر مخيف كيف نقول او كيف يكون هناك عدو هو اسرائيل وليس هناك اي توجه لعمل وبناء جيش قوي لمواجهتها بل ان الجيش اللي كان قوي السوري اصبح الان بيتم تسريحه الجيش القوي يجب ان يبدا بالتسليح والتصنيع التصنيع في البلد لانه مرت فتره حتى الاتحاد السوفيتي امتنع عن تزويد عبد الناصر بالتسليح بالسلاح بسبب بسبب صار في خلاف بيناتهم قضايا سياسيه امتنع عن تزويد وبقيت فتره طويله الطيران ما بيطلع لانه ما في قطعه تبديل للطيران وانتم اسلحتكم كانت فين؟ نعم اسلحتكم انتم اسلحه الجيش السوري نعم اين كانت؟ اين كانت؟ هذا بنحكي على موضوع التسليح تبع الجيش السوري أنا بسألك الآن كانت نهب وسلب لمصر ازاي نهب وسلب؟ نعم كيف نهب وسلب يعني؟ سوريا قبل الوحدة عقدت عدة صفقات أسلحة مع الاتحاد السوفيتي نعم وكانت الصفقات تجي تباعاً لسوريا م. نعم تجي تباعاً لسوريا وقت صارت الوحدة صارت تتحول الصفقات هي لمصر مباشرة خلاص ما هي بقت دولة واحدة أيوة بس ما في بالمقابل لأنه الميزانية اللي كانت بمصر بالنسبة لوزارة الدفاع 17% أما ميزانية سوريا كانت 54% أكثر من ثلاث أضعاف ده خلال الوحدة ولا قبل؟ قبل الوحدة وخلال الوحدة لأنه ما ت... ما اندمجوا الميزانيتين بقيت ميزانية كل دولة لحالها لذلك آه تجي بعدين لجان من مصر يشوفوا السجلات يلاقوا فيه أسلحة كتير بسوريا يحولوها طبعا عشان ما من... تعملوش بها لا هذا ما له علاقة الغواصة ما بتعمل انقلاب كان في ثلاث غواصات بسوريا أخذوها مصر الأسلحة الأولى اللي أخذتها مصر الثلاث غواصات حولوها لمصر سرب طيران ليلي الوحيد بالجمهورية أخذوه لمصر بعدين أفواج من ميم طه 85 ضد الطائرات كمان راح لمصر مدافع بي 10 و واحد 21 ضد الدرع راحت لمصر لم يكتفوا بهالشيء هذا الغواصات راحت لمصر كوحده مثل ما مثل ما عم تقول نعم قائدهم كان مصطفى شاهي مقدم مصطفى انا بتذكر اسمه مصطفى الاول سوري سوري نعم بعد مده ابعدوه عن قياده الغواصات وعينوا محله ضابط مصري نعم كمان اخرجوا بعض ضباط الصف اللي كانوا من والسدنه بالغواصات وعينوا محله مصريين لم يكتفوا بذلك وانما بعد مده بعثوا لوائح لسوريا الاداره الماليه عم يطالبون بتسديد نفقات صيانه الغواصات يعني انتقلت من من سوريا الى مصر وطلبوا صيانتهم كمان هل الاشياء دي ادت الى عمليه استياء عندكم في الجيش جدا جدا كلها كانت معروفه مين اللي كان مستاء اجت لجنه بعدين بعد مصادره الاسلحه على اساس صارت وحده ومصر اقدر انه تست... تستخدم الاسلحه طبعا انتم بتستخدموها في الانقلابات فمن حق بعثوا لجنه ليشوفوا مستودعات الاسلحه في دمشق. امم بيتصل معي اثنين ضباط فاكر مين؟ سوريين سوريين عبد الرؤوف اشتر من حلب ورشيد مبيض من دمشق نعم بيطلبوا مني انه يجوا يزوروني لامر هام. قلت لهم من اداره التسليح كنت انت مدير اداره شؤون ضباط؟ كنت انا مدير اداره شؤون ضباط مدير مكتب المشير؟ نعم ونائب كاتم ونائب كاتم أسر أسرار ولكن عربية. كل الوظائف كانت بعمل واحد يعني ما في لها اللي. وانما التوزيع هذا قال اجت لجنه وطلبوا السجلات قال شو عندكم انتم مخزنين اسلحه كثير عنكم طبعا فائض عنكم لا بتستخدموها ضد اسرائيل ولا نعم. حاجه بتستخدموها في الانقلابات نعم فمن الأس... حق مصر تاخذها. الاسلحه المكد... المكدسه كانت من اجل وحدات الاحتياط وقت بيصير استنفار عام للشعب للاحتياط بتوزع عليها الاسلحه. هم. حطوا 4500 باروده ينقلوا لمصر. حطوا مدافع ب 10 كمان ب 21 لمصر. بعدين في صفقه 200 مصفحه حديثه كمان نقلوا لمصر. روسية؟ روسيه نعم راحوا للجبهه لا وكمان الجبهه عنا من 20 سنه مكدسه بين اسلاك شائكه بين تحصينات بين مدفعيه بين كل الجبهه كل مع اسرائيل نعم مع اسرائيل مواجهه مع اسرائيل مم. وجدوا انه مدافع الهاون كمان اعداد كبيره 50% يجب ان ينقل لمصر اذا عمليه نهب هذه وسلب. جبهه مواجهه مع اسرائيل عمليه نهب وسلب هذا لهذا اللي, اللي حصل أنا عم بتكلم عن شيء ملموس وعم بذكر بالإسماء هل ده كان له أي تأثير في هزيمة سبعة وستين بعد كده؟ السبعة وستين؟ نعم هل يعني... الآن تجريد الجيش نقص هذه الأسلحة عملية تسريح الضباط الأكفاء؟ كل هذه الاشياء كان لها تاثير على هزيمه 67 انا خرجت من الجيش 61 لذلك بعد ال 61 ما عندي علم بتصلي بي... لا انا بسالك الان كشخصيه عسكريه وكانك بتقول اخذوا الاسلحه واخذوا اللي في الجبهه طبعا عوض الحكومه او هل استطاعت سوريا في ظل انكم كنتوا لازلتوا بتواصلوا الانقلابات ل 66 هل استطاعت سوريا في هذه الفتره ان تعوض حجم السلاح الذي نقل الى مصر؟ والله لا علم لي بذلك ما بعرف الكلية الحربية في حمص تم إغلاقها نعم وأصبح لا يتم الاعتراف أثناء سنوات الوحدة إلا بالطلبة السوريين الذين يتم تخريجهم من الكلية الحربية في القاهرة نعم ليه أغلقت الكلية الحربية في حمص؟ أغلقت عدة حوادث حصلت بسبب كان مدير الكلية أمين حافظ طابت اشتراكي وراد صار في خلاف بينه وبين نائبه المقدم أمير الناظر مصري الخلافات بدهم يحلوه وبعدين امين حافظ كان يحاول ياثر على الطلاب مشان استمالتهم لحزب الاشتراكي يشل امين الحافظ وتبقى الكليه الحربيه يجي عميد ثاني للكليه نحن عم نحكي عن الواقع لانه كان في بالجيش في صراع ما بين عده كتل نعم. تتصارع فيما بين كل إيه اهم الكتل لان يقال ان هناك اربع كتل كانت تتصارع كان في اكثر من كتله الاشتراكيين وفي منهم امين حافظ ومصطفى حمدون وعبد الغني قنوت وخلافه نعم. وكتلة الحياديين اللي كانوا ما بينتموا لحزب وإنما كتلة أمين نفوري وأحمد دول كتلة عبد الكريم شوام. ما في كان كتلة الشوام لأن كل الكتب عمالة تقول كتلة الشوام هذا هذا. وعبد الكريم النحلاوي هو الذي رتب كتلة الشوام وكان ينقل الضباط ويأتي بالضباط الشوام حتى تكون هناك قوة للشوام في الجيش هو هذا المؤسف أنه قيل هالشيء ولكن غير صحيح إطلاقا ألم تكن من خلال وجودك كرئيس لشؤون الضباط <applause> تنقل الشوام في المناطق الحساسة والمؤثرة في الجيش أه تسمح لي أحكي لك عن هالفترة هاي طيب ضباط الجيش 40% او 45% كانوا من ضباط دمشق بشكل عام بشكل عام يعني إذا يعني من كل 100 ضابط في الجيش 50 من دمشق 50 ضباط دمشق اللي هي الشام كما يطلق نعم. عليها نعم قسم منهم تسرح وقسم منهم انتدب لمصر وقسم منهم راح بعساد وقسم راح للخارجيه منهم توفيق شاتيلا ومنهم كثير ضباط يعني وحيلوا للخارجية يعني الجيش هذا ادعاء غير صحيح وإنما هذا تركيز على ضباط دمشق بعدين ضباط دمشق كان معظمهم ما بيتعاطوا السياسة ولا ينتسبوا للأحزاب كمان هذا عامل قوي وقت نقلت لي كمدير لشؤون الضباط اتحدى اي انسان يقول انه ما جميع الضباط اللي كانوا في القطاعات كانوا قبل مجيئي لعمل مدير شؤون الضباط لم تكن انت الذي غيرت اطلاقاً. اماكن الضباط في القطاعات اطلاقا بعدين ما كان ولم تكن تلعب في القوائم كما قيل؟ ما كان في تنقلات الضباط ما كان بيد مدير شؤون الضباط يقولون أن من قبل لجنه كانت عباره من قبل لجنه تتشكل من العقيد علوي العقيد احمد زكي وقائد الجيش بنفس الوقت وانور القاضي رئيس الاركان ومحمد محمد الصنبوري مدير المخابرات يعني كان... اربعه مصريين وانت الخامس نعم اربعه مصريين وانت الخامس وانا الخامس نعم انا الوحيد السوري كنت بكاتم بي... اسرار حربيه لكن انت اللي كنت في الاخر بتمسك القوائم وبتهدها للمشير يمضي عليه اذا كنت انا عم احط القوائم كان احمد زكي عنده سجل الضباط وكان هو يتصرف بشؤون الضباط الاعوان الملازم ملازم اول نقيب ورائد بعدين صار خلاف بينه وصراع بينه وبين احمد علوي على نقل شؤون الضباط الى كاتم اسرار حربية وتمكن بنفوذه انه ياخذ شؤون الضباط عنده ويضمها علوي يضمها مع كاتم اسرار وطلع امر بتعييني مدير اداره شؤون الضباط ولكن هذا لا يغير شيء من عملي داخل داخل الاداره م. وانما التعيينات كانت تحصل من لجنه الضباط كانت تحصل من لجنه الضباط حتى تعيينات الضباط المصريين في اخر الوقت كانت تجي مباشره معينين من مصر. عبد اللطيف البغدادي في صفحه 122 من الجزء الثاني من مذكراته وهو كان رئيس مجلس الامه المصري واحد قيادات ثوره يوليو انتقد عبد الناصر في حكم سوريا انتقادا شديدا لا سيما في عمليه تسريح الضباط من الجيش. ونقلهم الى الوظائف المدنيه والى وزاره الخارجيه ويقول البغدادي لقد اصبحت الاولويه الاولى للضباط شغل المناصب الرئيسيه في الشركات او التعيين في سفارتنا في الخارج والشعب لا يملك من امره شيئا ولم يكن ما كنا نلمسه في الاجتماعات الشعبيه وما يردده الالاف من جماهير الشعب التي جمعت لاداء الدور المطلوب منها وكان كل ما يجري من صور حولنا لا تمثل الواقع الأليم إنما تمثل نفاقا للحاكم وخداعا للشعب ذاته يقال أن هناك أكثر من أربعة ألاف ضابط سوري خلال الفترة من بداية الوحدة إلى ربما العام 65 سرحوا من الجيش والله الأعداد اللي سرحت أعداد كبيرة و... وبريد اتكلم عن مرحلة من مراحل وقت استلمت مدير إدارة شؤون ضباط أحمد علوي كاتم أساءة حربية بيعطيني سجل ضباط قال لي هذا السجل كان عند مصطفى حمدون هو اشتراكي نعم وقت كان رئيس الشعب الأولى بتقدر تستفيد منه ولقيت بجانب كل ضابط انتمائه الحزبي آه. مكتوب من بي... الذي صنفه ب... معروفين ضباط الجيش مم. الحزبيين مم. هذا بيعطيك مؤشر على أنه مصطفى حمدون وبقية الضباط الحزبيين وقت انتقلوا كوزراء انتقلوا كصدق وأمانة يتخلصوا من الحزبية ويتخلصوا على أساس وحدة الوحدة كان كل إنسان في سوريا كان حلم بالنسبة له لأنه بشكل قوة قوة لمجابهة عدو واحد نعم. ما كانوا يدركوا أنه التحيز هذا والتسريح هذا والإجراء المخطط لوضع لإبعاد ضباط عن الجيش لكن عملية الإبعاد كما قلت اخذت اشكال مختلفه ما بين التسريح بدت ما بين التعيين بدا استياء الضباط من وقت بدات التسريح واحاله للمعامل المؤممه واحاله لل للخارجيه واحاله الانتدابات بعدين في موضوع البعثات كمان نقطه مهمه الان ضابط اخذ دوره اركان حرب يرسل مره اخرى يتم التخلص منه الى دوره اركان حرب انا من الضباط اللي اتبعت دوره اركان حرب على خبراء على يد خبراء سوفييت نعم بيبعث وراي العقيد احمد علوي هو اللي كان يسرب لي الامور وعد ينقلني اسماء ضباط بالتدريج حتى وصل لاسمي لأ كتبت اسمي بال على اساس اتباع دوره اركان مره ثانيه قلت له طيب ما اتبعنا نحن دوره اركان اي لا هي غير هذيب وانا غير مقتنع بما يقول نعم. طبعا الضباط راحوا لاتحاد السوفيتي انت شطبت اسمك طبعا انا شطبت اسمي وشعر بهالموضوع الموضوع الفريق جمال فيصل الأر... رأي... اللي وين قلت له والله عندي الجيش. ظروف عائليه بتمنعني اني غادر وانا تبع دوره اركان حرب لكن انت طبعا شطبت اسمك عشان كنت بترتب للانقلاب انا كنت ما في شك شعرت انه المخطط لموضوع تصفيه ضباط الجيش ما في شك وانا كتبت جميع الضباط اسماء جميع الضباط اللي تخرجوا من حمص بثلاث لوائح لتسريح تدريجيا من قبل احمد علوي بكل الرتب بتاعتهم بكل الرتب بكل الكفاءات وكل البعثات اللي اللي قاموا فيها في في اوروبا قبل قبل الاتحاد السوفيتي معنى ذلك ان كل الضباط السوريين كانوا سيتم تسريحهم لان اللي تخرج من مصر مين ده لسه دفعه ولا دفعتين ملازمين هو بالتدريج راح يكون تسريح ما راح يكون دفعه واحده كانت اعدادهم قد ايه اعداد كبيره مئات يعني مئات الضباط ما بقول ألام. غير اللي كان تم تسريحهم بالفعل اللي تم تسريحهم ما ما ادري لانه سرح لوائح عديده قبل مجيء اللي شؤون الضباط وكاتب اسرار حربيه اللي كان بيسرح كان بيروح فين؟ ضابط الان عاش حياته عسكريه عنده 25 او 30 سنه وعنده اسره اكيد والله كنت جدا وقت بيجيني ضابط عمره 24 سنه على الميج مسرح يعني طيار يعني طيار ولقوا له وظيفة بالأفران مراقب أفران مراقب, مراقب أفران؟ والله مراقب أفران طيار المفروض يواجه إسرائيل يروح يراقب أفران؟ أقسم بالله ضابط طيار عمره ما بيتجاوز 25 سنة مراقب أفران حاولت قلت له ليش انت تسرحت قبل ما لشؤون الى الضباط يعني سر اعداد كبيره من الضباط قبل ان استلم المنصب تبعي قال لي ما بعرف ليش بس انا بدي بس لاقولي عمل بدون مراتب بس ان يكون احفظ وضعي وكرامتي يعني كان وضع مؤلم جدا حتى احد الضباط منصور اسمه كان عم يتبع دوره ميك 19 نعم وعنده ساعات بالمئات طيران ليلي وكفء وعلى الضباط المصريين والسوريين اجاني خطاب من القوى الجويه بتاهيله لدوره عليا في الاتحاد السوفيتي نعم. ولكن ارتكب خطيئه مم. ارتكب خطيئه انه دخل الكليه بدون بكالوريا هو قدم بكالوريا واخلاقه ممتازه وما عنده اي اي عقوبات آه شعبه مخابرات رفضت لاسباب طبعا انا عرضت اسمه على لجنه الضباط لكن نجح في الكليه في ممتاز نجح وطيار طيار ممتاز جدا مم. آه قلت لهم بلجن الضباط هذا عنده ساعات طيران ليلي وضابط كفء وطلع الاول على الضباط المصريين والسوريين في دورات سابقه في الاتحاد السوفيتي طيب ما بيجوز اسرائيل كانت عم تستاجر طيارين اجانب وتحاربنا فيهم وانتم بتصرحوا نجي الطيارين وتعينوهم اذا ارتكب خطيئه ارتكب خطيئه ممكن تفرض فيه عقوبه بنيجي بنسرحه بنحطه بالشارع بالاخير قال طيب قلت لهم على الاقل نفرض فيه عقوبه أخر ترفيعه بتم ضابط في الجيش وهذا اللي صار بعدين كان عم ببارز الطيران اللي اكفأ منه من الاسرائيليين حتى تجمعوا عليه وروحوه استشهد اه نعم هذا الطريق المذب اسمه؟ اه نعم نعم عم بتذكر اسمه منصور آه فايز, فايز منصور فايز منصور فايز آه منصور آه اوتوستراد المزة هو هو اسم مسمى على اسمه كافؤوا الضباط فيما بعد وسموا اوتوستراد المزة باسمه ولكن للاسف ما حدا بدا ما حدش بيفتكر كله بيقول أوتوستراد, اوتوستراد المزة آه انا اريد اعود للكلية الحربية كيف كان التدريب في الكلية الحربية السورية وكيف كان التدريب في الكلية الحربية في مصر بالنسبة للطلبة السورية آه قبل تقريبا شهر من 28 يمكن بتموز بآب بيستدعين المشير عبد الحكيم عامر عبد الحكيم عامر بيقول لي هدول طلابكم السوريين بالكلية الحربية أضربوا صار لهم ثلاث أيام ما دخلوا الدراسة في مصر بمصر نعم لذلك بتشكل لي لجنة وتكون أنت فيها وبتحقق لي بالمواضيع وبترجع بتخبرني تروح مصر يعني نعم م. شكلت لجنة العقيد محمد منصور والعقيد جودة جورج وأنا والعقيد هلا بتذكر اسمه كمان كلكم سوريين سوريين نعم رحت لمصر وتقدمنا للواء باليوم الثاني للواء محمد فوزي كان مدير الكليه مدير الكليه الحربيه وكان اللي صار وزير حربيه فيما بعد نعم وكان كبير معلمين الدرجه الثانيه احمد اسماعيل كمان صار وزير حربيه أحمد في الحرب 75 نعم. نعم نعم قلت له نحن جايين بلجنه من قبل المشير مشان نشوف شو الاسباب اضراب الطلاب السوريين قال ما عم يتقيدوا بالنظام، ما عم يتقيدوا بالتعليمات وعم بخالفوا الاوامر ولكن بعد ما تحرينا الاسباب لقينا في فروق كبيره كثير بين النظام اللي كان متبع بحمص، الكليه العربية بحمص، وبين النظام اللي موجود في الكليه الحربيه بمصر. اسمح لي في الحلقه القادمه ابدا معك من هذا المكان، الفوارق الاساسيه في التدريب العسكري وفي الدراسه العسكريه بين سوريا ومصر وانعكاساتها سواء على الطلبة أو على الضباط في كلا الجيشين يعني أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة العقيد أركان حرب عبد الكريم النحلاوي قائد الإنقلاب الذي أنهى الوحدة بين مصر وسوريا في 28 من أيلول سبتمبر عام 61 في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته